هل سبق وشاهدتم شخصاً يقلد اللهجات بإتقان لدرجة تجعلكم تعتقدون أنه من بلد آخر؟ تخيلوا أنكم تشاهدون شخصاً يتحدث بلهجة سعودية، ثم ينتقل بسلاسة إلى اللهجة السورية، وبعدها إلى اللهجة السودانية، وكأنكم تستمعون إلى أشخاص مختلفين تماماً. هذا ما حدث في برنامج معكم منى الشاذلي. في إحدى الحلقات، استضافت منى الشاذلي شاباً موهوباً، استطاع أن يسرق الأضواء ويجذب انتباه الجميع بموهبته الفريدة. شاب اسمه محمد القصب خطف الأضواء وأثار ضحكات الجمهور بموهبته الفريدة، تقليد اللهجات. محمد لم يكن مجرد مقلد عادي، بل كان يمتلك قدرة استثنائية على تجسيد الشخصيات من خلال لهجاتهم. من السعودية إلى سوريا وصولاً إلى السودان، أبدع محمد في تقليد هذه اللهجات. كان يتنقل بين اللهجات وكأنه يتنقل بين عوالم مختلفة، مما جعل الجمهور يشعر وكأنه يسافر عبر البلدان. لم يكن الأمر مجرد فقرة كوميدية، بل كان نافذة على شغف محمد واتقانه. كان محمد يعبر عن حبه للغة والثقافات المختلفة من خلال تقليده للهجات، مما أضفى على أدائه طابعاً خاصاً ومميزاً. لم يكن يقلد الأصوات فحسب، بل كان يجسد روح كل لهجة. كان يستخدم حركاته وإيماءاته ليعبر عن كل لهجة بشكل دقيق، مما جعل أداؤه أكثر واقعية وجاذبية. رحلته إلى ذلك المسرح هي قصة كفاح وتصميم وحب للغة. محمد لم يصل إلى هذا المستوى من الاتقان بسهولة، بل كان وراءه سنوات من التدريب والعمل الجاد. كان يسعى دائماً لتحسين مهاراته وتطوير أدائه، مما جعله يستحق كل التقدير والإعجاب. قصة محمد تشبه قصص الكثيرين. نشأ في بيئة متواضعة، لكن أحلامه كانت كبيرة. نشأ بأحلام كبيرة وإمكانيات متواضعة. كان منزله صغيراً، لكن قلبه كان مليئاً بالطموح. لم تكن الحياة سهلة دائماً، لكن محمد كان يتمتع بشيء مميز، إيجابية لا تنضب. كان يبتسم رغم الصعوبات ويواجه التحديات بروح متفائلة. لم يدع التحديات تثبط عزيمته، كان يواجه كل عقبة بإصرار وعزيمة، مؤمناً بأن المستقبل يحمل له الكثير. منذ صغري، انجذب محمد إلى اللغات، وكان يستمتع بسماع مختلف طرق الكلام. كان يستمع بانتباه لكل صوت، محاولاً فهمه وتقليده. كان يحاول تقليد الأصوات التي يسمعها. كان يجد متعة كبيرة في تقليد اللهجات المختلفة، وكأنها لعبة مسلية. لم يكن يعلم حينها أن هذه العادة البسيطة ستغير حياته يوماً ما. كانت مجرد هواية بالنسبة له، لكنها كانت تزرع بذور مستقبل مشرق. لمساعدة نفسه، عمل محمد في الأسواق المحلية بائعاً للحجاب والجوارب. لم تكن وظيفة براقة، لكنه كان يؤديها بإخلاص. كان يحلم باليوم الذي يتمكن فيه من استخدام موهبته لإسعاد الآخرين. كان يعلم أن لديه موهبة، لكنه كان يعلم أيضاً أن الموهبة وحدها لا تكفي، بل يحتاج إلى منصة وفرصة لإظهار موهبته للعالم. حب محمد للغات تجاوز مجرد التقليد. لقد كان مفتوناً بإيقاع ولحن اللهجات المختلفة. كان يدرس طريقة حديث الناس، منتبهاً إلى نبراتهم وتعبيراتهم. كان يؤمن بأن اللغة أكثر من مجرد كلمات، بل هي وسيلة للتواصل مع الناس ومشاركة القصص والضحكات. أراد استخدام موهبته في التقريب بين الناس. كانت ليلة ظهور محمد في برنامج معكم بمثابة نقطة تحول في حياته. كان متوتراً بالطبع، لكنه كان متحمساً أيضاً لمشاركة موهبته مع جمهور أوسع. وعندما اعتلى المسرح، حدث شيء سحري. انفجر الجمهور ضحكاً وتصفيقاً، منبهرين بدقته وتوقيته الكوميدي. لقد أسرهم منذ نطق بكلمته الأولى. من بين اللهجات التي أبدع محمد في تقليدها على مسرح معكم، كانت اللهجة السعودية. لقد تمكن من التقاط الفروق الدقيقة للهجة، فلم يكتفي بتغيير نطق الكلمات، بل جسد روح اللهجة. كان الأمر أشبه بمشاهدة ورشة عمل متخصصة في تدريب اللهجات. أعجب الجمهور بأدائه،
ولم يصدقوا كم كان ينتقل بين اللهجات بسلاسة. نقل محمد الجمهور إلى سوريا، حيث تقمص اللهجة السورية بسحر وأصالة، وكأنه يتحدث بلسان شخص يعرفه عن قرب. كان أداؤه دليلاً على تفانيه في صقل موهبته. من الواضح أنه قضى ساعات طويلة في دراسة اللهجة والاستماع إلى المتحدثين الأصليين والتمرن حتى أتقنها. وأخيراً واجه محمد تحدي تقليد اللهجة السودانية. تشتهر اللهجة السودانية بإيقاعها ونغمتها الفريدة، وقد أثبت محمد جدارته. أجاد نقل سلاسة وإيقاع اللهجة بشكل رائع. كان أداؤه احتفالاً بتنوع وجمال اللهجات العربية. لقد أظهر أنه حتى داخل اللغة واحدة هناك عوالم من الاختلاف يمكن استكشافها وتقديرها. شكل ظهور محمد في برنامج معكم نقطة تحول في حياته. بين عشية وضحاها تحول من بائع في السوق إلى وجه معروف في الشوارع. انجذب الناس إلى موهبته وشخصيته المرحة، لكن محمد لم يدع الشهرة تدخل رأسه، بل ظل متواضعاً شاكراً للفرص التي أتيحت له. كان يعلم أن هذه ليست سوى بداية رحلته. منذ ظهوره اللافت في معكم واصل محمد صقل موهبته. شارك في عدة برامج تلفزيونية وإعلانات تجارية، مسلطاً الضوء على تنوعه كمؤنترتين، كما حصل على دور في المسلسل المصري الشهير رغم أحكام التعليم، مثبتاً براعته في التمثيل. إن قدرته على تجسيد شخصيات مختلفة وإضفاء الحيوية عليها هي دليل على موهبته واجتهاده. إنه ليس مجرد كوميدي، بل هو فنان حقيقي. تعد قصة محمد القصب مصدر إلهام لنا جميعاً. محمد الشاب الطموح الذي لم يدع أي عقبة تقف في طريقه أصبح رمزاً للأمل والتفاؤل. إنها تذكير بأنه بالعمل الجاد والتفاني وقليل من الموهبة يصبح كل شيء ممكناً. فريقه المتنوع والمتفاني يعكس روح التعاون والإبداع التي تميز مسيرته. لقد تجرأ محمد على الحلم وأصبحت أحلامه حقيقة. من خلال إصراره وعزيمته تمكن من تحقيق ما كان يبدو مستحيلاً. لقد استحوذ على قلوب الملايين بروحه المرحة وموهبته وشخصيته المعدية. سواء كان على المسرح أو في الحياة اليومية، محمد يجلب الفرح والضحك لكل من حوله. ماذا بعد للنجم الصاعد؟ الاحتمالات لا حصر لها. مع كل خطوة يخطوها، يفتح محمد أبواباً جديدة ويكسر الحواجز. لكن هناك أمر واحد مؤكد، سنسمع كثيراً عن اسم محمد القصب في السنوات القادمة. إنجازاته تتحدث عنه، وتعد بمستقبل مشرق ومليء بالنجاحات. وأنا شخصياً متشوق لمعرفة خطوته التالية. مع كل مشروع جديد، يثبت محمد أنه ليس مجرد نجم صاعد، بل هو قوة لا يستهان بها في عالم الترفيه.